من الصبح غرقان في مشاكل ومن البداية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه وله الشكر على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. صلاة ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه ومن اهتدى بهديه وتمسك بشريعته إلى يوم الدين، أما بعد. المحترمة رئيسة البرلمان، صف الحكام العادلين والعارفين، أصدقائي من جهة الحكومة ومن جهة المعارضة، الحاضرون والحاضرات، أهل البرلمان الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصفتي رئيس الوزراء اسمح لي بتقديم اقتراح تحريم الأجهزة المحمولة على الطلبة في المدارس ضروري. أعتقد أنه بعد مناقشة جلسة الجمعية الموقرة سيتم تمرير هذا الاقتراح. السيدة رئيسة البرلمان المحترمة والحاضرون الأحباء، أجهزة المحمولة أو الهاتف وأداة اتصال أصبح من الضروري امتلاكها في الوقت الحاضر. في مجال الاتصالات، خضع الهاتف للعديد من التغيرات بفضل التطورات التكنولوجية التي ظهرت منذ العصر الحالي، تماشيا مع تطور النظام التعليمي الذي يمر به الطلاب في المدارس. ثم الطلبة هنا بمعنى التلاميذ، يعني عمرهم بين 13 إلى 15. في رأيكم، هل الطلاب أذكياء بما يكفي لاستخدام الهاتف الذكي؟ طيب، أعضاء البرلمان، هذا هو تعريف مفهوم اقتراح المحاكمة، تحريم الأجهزة المحمولة على الطلبة في المدارس الضروري. وبعدين ستأتي الحكومة بحجج قوية والتي يصعب للغاية تحديها من قبل المعارضة. 1000 خطوة تبدأ بخطوة واحدة، وستتضمن الحكومة تدمير حجج المعارضة تماما بينما تحظى حقيقة اقتراح الحكومة بدعم قوي من المجلس الموكل. أعضاء البرلمان، الحجة الرئيسية للحكومة هي أن الأجهزة المحمولة تستخدم كأدوات للتنمر في المدرسة. أجهزة المحمولة سهل للإخراج من الجيب ويمكن وضعه على وضع تصوير الصامت. أيها صف المعارضة، اسمعوا وعوا، هناك الحالة يكون فيها المعلم تم تصويره دون أن يعلم، وفي وضعيات غريبة تجعل منه مادة للسخرية، وتلك الصور في العادة ما يتم تداولها على الإنترنت بشكل قبيح أو على مجموعات واتساب بين الطلبة، وهذا لا يشير إلى سلوك الجيد للطلاب المدرسة. ونفس الأمر ينتقل إلى الطلبة كذلك بعضهم ببعض. يمكن للطلاب أن يصوروا للطلاب الآخر في أي وضعية غير جيدة أو قبيح أو بدون علمه أو موافقته، وينشرها على الإنترنت ليصيروا فجأة محل سخرية من الجميع. وفي النهاية تشكل في داخله عقد نفسية كثيرة يمكن أن تدمر حياته في المستقبل. هنا يتحول الهاتف من أداة تقدم الطالب في حياته اليومية إلى وسيلة صارخة لتنمر على المعلم الذي في الأساس يجب أن يكون قدوته في الحياة وأن يكون له كل الاحترام والتقدير. السيد الرئيس المجلس المحترم والحاضرون الأعزاء، يؤدي استخدام الهاتف الذكي إلى التنمر في المدرسة، وقد ظهر علينا أن الاقتراح الذي نناقش في هذا اليوم وفي هذا المناقشة وفي هذا القاعة وفي هذه القاعة مقبول 100%، ونحن من صف الحكومة نعتقد بمواقفنا، وهو تحريم الأجهزة المحمولة على الطلبة في المدارس الضروري أفضل. إذا وصلنا تطوير التكنولوجيا الحكمة فستصبح حياتنا أسهل. بسم الله الرحمن الرحيم. المحترمة رئيسة البرلمان
صف البكتان والمدنيين أصدقائي من جهة الحكومات ومن جهة المعارضة الحاضرون والحاضرات أهل البرلمان الأعزاء بسم الله على حديثي وتوفيقي وأستطيع لأقف أمامكم هذا اليوم. الأول أعرف أعضاء الصف المعارضة وأنا شهر النزام زعيم المعارضة، والمعارض الثاني أحمد لقمان الحكيم، والمعارض الثالث لا يوجد رئيسة البرلمان قبل أكيم بالهجة بالطول من أشياء الطويل. أريد أن أعارض موضوع مناظرتنا هذا اليوم، وأبين هنا على أن الموضوع الذي أقومتها الحكومة فيها ضعف، بل أعتقد أن موقفنا تحريم الأجهزة المحمولة على الطلبة في المدارس ليس ضروري. فالأول أود أن أعارض التعريف من صف الحكومة كلمة بين كلمة، وأيضا عن التعريف العام. الأول، الأجهزة المحمولة هو مصطلح عام لأي كمبيوتر محمول أو هاتف ذكي، وأيضا الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة والأجهزة القراءة الإلكترونية كلها أجهزة محمولة. ومع ذلك فإن الجهاز المحمول الذي ستناقش من جهة المعارضة خلال هذه المناقشة هو هاتف ذكي. ثانيا، كلمة تحريم الأجهزة المحمولة بمعنى خطر استخدام الأجهزة المحمولة. وأخيرا، في المدارس نعترف بمعنى خلال جلسة الفصل أو جلسة التدريس والتعلم. رئيسة البرلمان، نحن في جهة المعارضة نقبل التعريف من صف الحكومة بالكلمة الطلبة، ولكن نحن نريد نرد التعريف للمفاهيم، لأن نحن نؤكد أننا واثقون ونعتقد أن التحريم الأجهزة المحمولة على الطلاب في المدارس خاصة أثناء جلسات التدريس والتعلم ليس ضروري، ويرجع ذلك إلى المزايا الأجهزة المحمولة للطلبة من حيث أولا أن يكون قادرا على تحسين التعلم، ثانيا الوصول إلى التطبيقات المختلفة، وأخيرا تشجيع التعلم باستخدام التكنولوجيا. رئيسة البرلمان، قبل أقول بقول طويل أريد لرد الحجة من رئيس الوزراء قبل قليل. أحب بجذبي اهتمام أعضاء البرلمان جميعا، هل واثق أو لا بأن صف الحكومة هذا اليوم في حقيقته إنما يقول مفتخرا لكن من وجهه؟ المناظرة لن تدل على البراهين أو إحصائيات متعلقة بالمشروع في هذا اليوم، ثم يتم إبطال الحجة الأولى في الحكومة. رئيسة البرلمان، وأبدأ بحجتي الأولى في جهة المعارضة هي الأجهزة المحمولة تعزيز التعلم. تتضمن الحياة الطلاب في المدرسة حضور الفصل وقضاء بعض الأوقات فراغهم مع الأصدقاء والقيام بالواجبات المنزلية، وهذه الواجبات المنزلية يجب إكمالها بأي ثمن إذا كان الطلبة يريدون التقدم في دراستهم. رئيسة البرلمان، في بعض الأحيان يتم تكليف الطلاب بالواجبات المنزلية لا يرتاحون لها أو ليس لديهم أي فكرة عن كيف يتعامل معها، وقد يحتاجون إلى بعض المساعدة الخارجية لإكمالها، وتلعب الهواتف المحمولة أو الهواتف الذاتية دورا هائلا عندما يعاني طالب معين من موضوع معين له في المدرسة، ويمكن الطلاب استخدامها للتواصل مع كتاب المقالة الأكاديمية من خلال الوصول إلى الإنترنت أثناء التنقل لإنجاز الواجبات منازلهم، خاصة إذا كانوا من الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة. ويمكن أن تكون الحياة جامعية محمومة في بعض الأحيان، ويمكن للهواتف الذكي أن تخفف العبء عن الطلاب من خلال السماح له بتسليم الواجبات منازلهم إلى
إلى الكاتب المقدم. رئيسة البرلمان كما ذكرت جوليس إيفانس رئيس تنفيذي للشركة بروجكت مورو استندا إلى المسيح للطلاب والمعلمين جنبا إلى جنب مع أمناء المكتبات والإداريين وأولياء الأمور وأعضاء المجتمع من مدارس والمناطق العامة وخاصة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. يقدر مدير المدارس استخدام التكنولوجيا للتعلم أجرا لقدرتها على المساعدة في تمكين التعلم ومعالجة التفاوتات التعليمية الموجودة في ميزان التعليم اليوم. أيها الحاضرون والحاضرات، هيا افتحوا عيوننا وانظروا إلى الحقيقة. أريد أن أعطي فرصة ليقوي حجنا إلى الصديق المتنزه. وأخيرا وليس آخر، أؤيد مرة ثانية على أن في جهة المعارضة نحن واثقون ونعتقد أن تحريم الأجهزة المحمولة على الطلاب المدارس خاصة أثناء جلسات التدريس والتعلم ليس ضروري، وهذه الحال يرجع إلى فائدة من فوائد الجهاز المحمول من حيث أنه يكون قادرا على تحسين التعلم. شكرا وإسمعوا بالاعتراض. المحترمة السيدة رئيسة البرلمان، صف الحكومة، صف المعارضة، والحاضرون والحاضرات المحدود، اسمعوا جيدا. قلت يا رئيس المعارضة يعني الأجهزة مهمولة لتعزيز التعلم، ولكن توجد كثير الطريقة لتعزيز التعلم مثل الكتاب في المكتبة ومناقشة بين الطلاب والمعلم. على سبيل المثال، كان هناك العديد من الطلاب الذين حققوا نتائج ممتازة في الدروس على الرغم من عدم وجود أجهزة متطورة في ذلك الوقت للمساعدة في الدروس. على سبيل المثال، في عام 2010 حقق أحمد لؤمان نتائج ممتازة في امتحان STM. قال لؤمان: سر نجاحه فقط في قراءة الكتاب والدراسة مع أصدقائه. إذن أرفض على رأيك يا رئيس المعارضة. رئيسة البرلمان، أظن أن أشير فكرة التالية: تحريم الأجهزة المحمولة على الطلبة في المدارس ضروري مهم، لأن يمكن الطلاب أن يتمكن من التركيز بشكل كامل على الدروس والأنشطة في المدرسة. مع توفر المعدات الإلكترونية سيكون مهملين ولا ينتبهوا بالفصل. وعلاوة على ذلك، كما أنها تعطي تأثيرا سيئا على أصدقائه، يجب أن يتم حظر المعدات الإلكترونية بحيث يركز الطلاب دائما على الدرس ولا يتهاونوا مع المعدات الضارة. وخلاصة القول، أعتقد أن تحريم الأجهزة المحمولة على الطلبة في المدارس ضروري أفضل. أكتفي بهذا القدر. شكرا. الحمد لله الذي أقام الدين الإسلامي شريعة ومنهاجا وجعل للإسلام أصولا وفروعا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما المحترم رئيس البرلمان، صف الحكام العادلين والعارفين الكرماء، أصدقائي من حبة الحكومة ومن جهة الحقوق ومن جهة المعارضة، الحاضرون والحاضرات، أهل البرلمان الأعزاء، بسم الله وعلى هديه وتوفيقه أستطيع لأقف أمامكم هذا الوقت لأوصل
جهاد الحزب المعارض معارضة بعد جلوس زعيمنا من قبل، ونحن نود أن نعدل المشروع هذا اليوم، ونقول أن تحريم الأجهزة المحمولة على الطلبة في المدارس ليس ضروري. قبل أقترح الحجج من جهتنا، فأريد أولا لكسر الحجة من الوزير الثاني لحظة بارحة. قال الوزير الثاني نصيحا بأن ينشغل الطلاب عن الدرس، وبجانب ذلك وقال أيضا أنها تعطي تأثيرا سيئا على الطلاب. وأما الرئيس الوزراء قام مفترخا ومتعمدا بمفتاح حجته على أن الأجهزة المحمولة تستخدم كأدوات لتنمر في المدرسة. أيها الحشد الكرام، الآن أبدأ بحجتي الأولى. الأجهزة المحمولة يمكن الوصول إلى العديد من التطبيقات، غيرت الطريقة التي نرى بها الهواتف المحمولة على مدار 20 عاما الماضية. لقد ولت الأيام التي كان ينظر إليها على أنها جهاز يمكننا من التواصل مع أحبائنا، إنه جهاز يمكنه أن يفعل أكثر من مجرد مساعدتنا على التواصل، ويجب ألا ينظر إليه مدرس المدرسة القدماء على أنه لعبة. تجلب هذه الأجهزة الكثير إلى طاولتي عندما يتعلق الأمر بتعليم الطلبة، لأنه يمكنه تسجيل المحاضرات وقراءة الكتب وتنزيلها واستخدام الخرائط والاستماع إلى الدروس والمزيد. تعني تطورات في التكنولوجيا أن الطلاب يمكنهم الوصول إلى العديد من التطبيقات لمساعدتهم في دراستهم. يزودون الطلاب بالقواميس الإلكترونية والمجلات والخرائط والروايات والكتب المراجعة والآلات العلمية والموسيقية من خلال التطبيقات. يجب ألا يحلم مدراء المدارس بحظر هؤلاء من بيئة التعلم. إن الفكرة حظر الهواتف المحمولة في المدارس لا ينبغي أن تكون موضع ترحيب من قبل أي مؤسسة التعليم. أيها المستمعون الكرام، والآن وصلوا بحجة الثانية. الأجهزة المحمولة تشجيع التعلم باستخدام التكنولوجيا. يختلف الوضع الاقتصادي للطلاب من شخص آخر، خاصة إذا كانوا يأتون من دول مختلفة، بينما قد يأتي بعض الآخر من عائلات غنية، ويأتي بعض الآخر من عائلات فقيرة لا تستطيع شراء أجهزة الكمبيوتر أو الكمبيوتر محمول أو أجهزة الكمبيوتر ذات نقي الجيد. من ناحية أخرى، فإن الهواتف المحمولة بأسعار معقولة جدا، وهي بديل رائع لأجهزة الكمبيوتر، على الرغم من أن لديهم نصيبهم العادل من القيود مثل الشاشات الصغيرة ولوحة المفاتيح الصغيرة وسعة الذاكرة الصغيرة، إلا أنهم يعودون عنها بكونها محمولة ورخيصة وسهلة الاستخدام. بالإضافة إلى ذلك، لا تستطيع معظم المدارس تحميل جميع التقنيات التي تحتاجها، على الرغم من أن بعض المدارس لديها معمل كمبيوتر، إلا أن إمكانية الوصول استخدام المختبر محدودة للغاية ببعض أجهزة الكمبيوتر، الجدول الزمني وغير ذلك.
ذاك من المراجع أن يشجع استخدام الهواتف المحمولة الطلاب والمعلمين بدلا من استخدام الكمبيوتر المحمول أو الكمبيوتر في استخدام التكنولوجيا في فترة التدريس والتعلم. هذه الفكرة قد قويت حجتنا من قبل. طيب، بالنظر إلى الوقت المضيق أريد أن أصحب نفسي مؤكدا، وهذا ليس يدل على أنني أقرب خسارة. أنا وأصدقائي نعتقد على أن تحريم أجهزة المحمولة على الطلبة في المدارس ليس ضروري. شكرا، واسمحوا لي بالاعتراف. شكرا لوزير سامي، شكرا لرئيسة البرلمان المحترمة، رئيسة البرلمان، صف الحكام العادلين والعارفين الكرماء، أصدقائي من جهة الحكومة ومن جهة المعارضة، الحاضرون والحاضرات، أهل البرلمان الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كوزير الثالث اليوم أود أن أسجل ملايين الشكر والتحية التقديرية للمعارضة. أولا، فشل الصف المحترم للمعارضة في نقل المحتوى وتعريف المفهوم الفعلي، وفشل في الإجابة على الإذن الطارئ الذي أعطيناه. ثانيا، الصف الفاضل ينتقد الأمثلة فقط ولا ينتقد الكلمات المفتاحية. ثالثا، اتضح أن الصف المعارضة الموقر لا يذكر سوى الحجاج القائمة على وجهات نظرهم الخاصة دون أدلة نوعية أو كمية بشكل متساوي، إلا أنه ينص على الحجاج القائمة على أدلة ذات طبيعة منعزلة. يا السادة الكرام وأعضاء البرلمان الأعزاء، بفضل السلام والوئام تحت قيادة الحكومة اليوم، ثم عاود المجلس الانعقاد لمناقشة قضية أعتقد أنها مهمة للغاية. قيد المناقشة: تحريم الأجهزة المحمولة على الطلبة في المدارس ضروري. ومع ذلك، قبل التمسك بالحجج القوية من الحكومة اليوم، سأقوم أولا بتفكيك الحجج التي قدمتها المعارضة. يا سادة الكرام، أولا سأدخن الحجاج التي ساقها الوزير الثاني. قال الوزير الثاني أن الأجهزة المحمولة يمكنها الوصول إلى العديد من التطبيقات. قال إنه يمكن إدخال الأجهزة المحمولة إلى المدرسة، حيث يمكن لهذه الأجهزة الوصول إلى العديد من التطبيقات لتسهيل التعلم، مثل تسجيل المعلمين للتدريس وقراءة الكتب وتنزيلها والوصول إلى القواميس والمعاجم والمراجع الإلكترونية وغيرها. نحن ندرك جيدا أنه في الوقت الحاضر لا شك ولا ريب أن استخدام التكنولوجيا قد انتشرت في أنحاء العالم. تسهل المراجع عبر الإنترنت على الطلاب للحصول على المعلومات، ومع ذلك لا يضمن ذلك تحسين أداء الطلاب في الدروس. في عصرنا قبل التكنولوجيا متطورة، يستطيع العديد والكثير من الطلاب والخريجين النجاح في دراستهم على الرغم من عدم توفر إمكانية الوصول إلى الإنترنت. على سبيل المثال، كما نعلم جميعا، في عام 2008 طالبة ذو خلفية عائلية صعبة اسمها نيك نور مديها نيك محمد، التي استطاعت كمال الحصول على نتائج ممتازة في شهادة التعليم الماليزية SPM بنتيجة 8A. إن نجاح هذه الطالبة من معهد محمد للبنات كتبهر كلنتان مميز للغاية، لأنها بنت صياد تعيش في فقر مقارنة بطلاب السابقين الممتازين الذين جاءوا من عائلة غنية. وهي أيضا أفضل الطالبة في امتحان التقييم الثانوي والأدنى PMR على المستوى الوطني في عام 2006، وتحولت إلى أحد المشاهير في غمضة العين بسبب تفوقها. حتى مراسلين الذي توافدوا لمقابلتها اضطروا إلى الانتظار دورهم لدخول إلى المنزل
الذي استأجره الوالدها مقابل 90 رنجيتا شهريا لأنه ضيق وقديم جدا. هذا يدل بوضوح على أن الأجهزة المحمولة ليست المتطلب الرئيسي كطالب المدرسة. على وعلى ذلك فإن عامل العمر الصغير وغير الناضج لدى الطلاب يظهر أنهم ليسوا مستعدين للامتناع عن تجول الأشياء السلبية التي يمكن أن تساهم في الانحراف الخلقي لدى الطلاب والإهمال في الدروس ومسؤولياتهم كطالب. بعد ذلك أود أن أدخل الحجة الأولى لوزير المعارضة الذي ذكر أن الأجهزة المحمولة تمكن أن تساعد الطلاب للحصول على المعلومات وإكمال المهام والواجبات المنزلية بسهولة. لا ينكر أن الأجهزة المحمولة لها منافع كثيرة وعديدة كالعثور على المعلومات الدروس التي تسهل عليهم التعلم. ومع ذلك يستخدم أقل الطلاب الآن الأجهزة المحمولة لأغراض التعلم، على عكس من ذلك يستخدمها معظمهم وأكثرهم لأغراض أخرى خاصة خارج وقت التعلم، مثل مشاهدة مقاطع الفيديو من اليوتيوب التي لا تتعلق بالتعلم وتشغيل التطبيقات والألعاب وما إلى ذلك. كما نعلم جميعا قدمت كل مدرسة تسهيلة للوصول إلى المعلومات مثل المعامل الكمبيوتر والمكتبات. هذه التسهيلات كافية للطلاب للحصول على المعلومات التعلم، وليس هناك سبب قوي للسماح لهم بإحضار الجهاز المحمول في المدرسة. لا شك أن الحصول على المعلومات في المدارس ليست واسعة بقدر ما في متوفرة على الإنترنت. هذه إحدى مزايا استخدام الأجهزة المحمولة قادر للحصول على المعلومات إضافية عبر الإنترنت. ومع ذلك فإن انفتاح واتساع هذه المعلومات التي لا حدود لها يمكن أن تكون ضارة إذا تم استخدامها بدون توجيه وإرشاد المعلمين، لأن الطلاب سيتعرضون لمعلومات قد تكون مشوهة للغاية وغير مؤكدة من صحتها. إذا يستخدمها دون توجيه المعلم فهناك شك وارتباك بين الطلاب، وعلى وعلى ذلك هؤلاء الطلاب ليسوا ناضجين بما يكفي للتفكير قبل وقت طويل من حصول على المعلومات، ثم يأخذوها بشكل عام مما سيؤدي إلى تدمير الأنفسين في النهاية. إذن أنا مقتنع ومتأكد بأن الأجهزة المحمولة لها عيوب أكثر من المزايا لدى الطلاب في المدرسة إذا الطلاب مؤذنون حملهم إلى المدرسة. أكتفي بهذا القدر، شكرا على حسن استماعكم ومتابعتكم، وبالله التوفيق والهداية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الصبح غرقان في مشاكل ومن البداية اليوم